بين السعوديه وروسيا اللي هي مستضيفه، توقعاتك ايه للمباراه؟ لا انا توقعت اتمنى ان السعوديه تكسب روسيا لصالح السعوديه ان شاء الله. توقعاتي السعوديه ممكن تكسب تقريبا، يعني ده اللي اتوقعه يعني. اقول السعوديه ان شاء الله، ربنا يكرمها ان شاء الله بامر الله. السعوديه طبعا دوله صديقه لينا وبتاع، يعني احنا نحب لها اللي هي تبقى كويسه في الرياضه ان شاء الله. باذن الله السعوديه تكسب 1-0 باذن الله. السعوديه تلعب حلو يعني، نزله كبيره، بس يعني تهيألي السعوديه ممكن اخر ماتش من ماتش المانيا ده ممكن تكسب روسيا، بس يعني ستيل روسيا بردك على ارضها وفي ماتش افتتاحي فممكن تعمل حاجه يعني. ماتش يخلص تعادل، بس انا شايف السعوديه من اخر ماتش كان حلو يعني. شايف ان السعوديه في الماتشات الوديه اللي لعبتها قلت كويس؟ انا ما كنتش متابع الصراحه. مستوى السعوديه مقارنه بمستوى روسيا؟ هو مش هقدر اقارنه، ما اعرفش روسيا قوي منتخبها عامل ازاي، بس انا بقول يمكن هي اللي تفوز علشان خاطر ماتش على ارضها وماتش اللي افتتاح بتاع البطوله، فطبعا هيبقى في روح للاعيبه انها تقدر لازم تفوز الماتش دوت. روسيا ده اصلا عمري ما شفت له ماتش في حياتي يعني. عامل ايه العوامل اللي ممكن تخلي السعوديه تكسب ماتش قصاد روسيا مثلا؟ والله ممكن تكون العوامل الفنيه يعني، انا اعتقد ان منتخب السعوديه فنيا احسن من منتخب روسيا يعني. شايف ان الجمهور ليه عامل مؤثر في المباراه؟ طبعا هيفرق طبعا، الجمهور بصراحه بيشجع دايما اللعيبه بتاعته يعني، فيستحسن طبعا ان يعني الجمهور يشجع بطريقه حتى يعني مختلفه شويه، يعني احس ان الواحد يحس ان في زي تحفيز يعني او حاجه كده. مش شرط بالنسبه يعني، مش شرط كل فرق يعني، مثلا كاس العالم بتاع جنوب افريقيا، جنوب افريقيا خرجت عادي يعني، فكره مش شرط ان هو اللي عامله برضه الجمهور الحر ده كله، الفكرة بدك الفرق بنسبة كبيرة.